لا يوجد عمل عسكري ليس له مخاطر وليس له جوانب بين قوسين ريسكس، ولذلك الخطط العسكرية تأخذ في الاعتبار ماذا يجب أن ينجز وتأخذ في الاعتبار الأخطار وتتعامل معها. هذه هي مهنة العمل العسكري، وبالتالي كلمة الأخطار هذه موجودة في كل شيء. اليوم هناك خطر بوجود داعش، وبالتالي يجب أن تواجه هذه الأخطار ويتم التعامل معها، لأنه هذه أساس العمل العسكري.